ألمانيا تعقد اجتماعا بشأن اليمن وتستثني دعوة الحكومة اليمنية. لماذا تغيب الشرعية عن تمثيل اليمنيين وتبني قضيتهم في المحافل الدولية؟ هل يعمل المجتمع الدولي والإقليمي على تغييب دور الشرعية؟ أم أن هناك من يقوم بهذه المهمة؟ أهلا بكم. نظمت وزارة الخارجية الألمانية اجتماعاً رفيع المستوى بشأن اليمن. الاجتماع تم بمشاركة المبعوث الأممي مارتن جريفيث وسفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والرياض وأبوظبي، فيما لم تدع إليه الحكومة الشرعية. الحكومة قالت في بيان لها إنها تعلن تحفظها عن نتائج هذا الاجتماع وتعد ذلك تجاوزاً مؤسفاً لا يمكن تجاهله. إذن هل يعتبر المجتمع الدولي الحكومة طرفاً في الأزمة وليس الممثل الشرعي للشعب؟ وكيف وصل إلى هذا المستوى في التعاطي مع الحكومة؟ تقييم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية ووزنها الحقيقي على الأرض يفتح تساؤلات كثيرة حول أداء الرئيس هادي وحكومته خلال 4 سنوات من الحرب والانقلاب وعدم عودتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن والعمل منها وتسليم المواقع الحيوية في البلد للرياض وأبوظبي، الأمر الذي يجعل الشرعية معرضة لخطر حقيقي يمكن أن يدخل البلاد في مأزق أسوأ مما تعيشه اليوم. مؤتمر دولي عقدته وزارة الخارجية الألمانية حول عملية السلام وأفق الاستقرار في اليمن. المؤتمر دعي له المبعوث الأممي مارتن جريفيث وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والسعودية والإمارات، بينما غابت عنه اليمن. الحكومة أعلنت انزعاجها من عدم دعوتها لاجتماع يخص الشأن اليمني، وقالت في بيان نشرته الخارجية اليمنية إن هذا يشكل تجاوزاً مؤسفاً في الوقت الذي يفترض بالمجتمع الدولي الوقوف بجانب الحكومة لتجاوز الأزمة. الخارجية الألمانية بررت عدم دعوتها للحكومة اليمنية بأنها دعت إلى مؤتمر اللاعبين الرئيسيين في الملف اليمني، فهل يعني ذلك أن الحكومة ليست لاعباً رئيسياً في الملف اليمني؟ وهل يعكس هذا التغييب حجم التأثير الحقيقي للحكومة الشرعية في الملف اليمني؟ هنا يبرز السؤال، هل عمل المجتمع الدولي والإقليمي على إضعاف فاعلية الشرعية وتهميش دورها في الأروقة الدولية؟ أم أن فسادها وسوء إدارتها هو من أوصلها إلى هذا المستوى من التهميش؟ وسواء كان السبب الأول أو الثاني أو كلاهما معا، فإن ذلك لا يلغي وجود أجندة دولية مشبوهة بشأن الملف اليمني تذهب باتجاه تعقيد الأزمة لا حلها. مارتن جريفيث الذي لا يزال يتحدث حول اتفاق السويد ويرفض أن يسمي الطرف المعرقل للاتفاق رغم تجاوز الفترة المحددة، يتهمه كثيرون برعاية وتمديد الأزمة اليمنية عبر سياسته المنحازة للحوثيين. يقول البعض أن ما أضعف موقف الحكومة الشرعية داخلياً وخارجياً هو عجزها وفسادها، الأمر الذي حول الشرعية من مؤسسة ممثلة للشعب ومعبرة عن مصالحه إلى مجموعة من الفاسدين والمتفيدين، ما جعل هذه السلطة تصبح عبئاً على القضية اليمنية بدلاً من أن تكون حاملها. اجتماع ألمانيا الذي غابت عنه الحكومة أو غيبت هو تلخيص مكثف لمستوى الحضور الباهت للحكومة في المحافل الدولية، ورغم التفاؤل الكبير الذي أبداه البعض حال تسلم السيد خالد اليماني للوزارة إلا أن الوضع لم يتغير كثيراً كما كانت تنعقد عليه الآمال. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معي الكاتب والباحث نبيل البكيري هنا في الاستوديو، وسنضم معه الأستاذ راجح بادي المتحدث باسم الحكومة، وكذلك عبر سكايب ستكون معنا سمية الثور من برلين. بداية مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك ومشاهدينا الكرام. أهلا بك أستاذ نبيل. مؤتمرات ولقاءات إقليمية ودولية أيضا بخصوص اليمن بعيدا عن الحكومة الشرعية، ما رأيك؟ لا شك أنه هذه بداية خطيرة فيما يتعلق باستدعاء كل الأطراف المعنية في اليمن باستثناء اليمن نفسه، يعني من الخطورة بمكان أن تصل المجتمع الدولي لهذه القناعة، أو ربما يحاول أن يصل إلى قناعة يفرضها على المجتمع الدولي وعلى الحكومة اليمنية بالنظر إلى
كثير من الإشكاليات التي تواجه الحكومة اليمنية، كثير من الأخطاء والإخفاقات في مسيرة عمل الحكومة على امتداد 4 سنوات، لكن أنا بعتقد أيضا وهذا هو الأهم، مهما كانت المبررات التي ممكن أن تقدم في مثل هذه المؤتمرات أو تقدم من قبل الحكومة الأمنية، لا يمكن أن يفسر لنا ما يجري من استدعاء، من عدم استدعاء الحكومة اليمنية وهي صاحبة الشأن في قضية تخص أمن واستقرار ومصير هذه الحكومة ومصير الشعب اليمني. وبالتالي ما حصل أنا باعتقادي أيضا حتى ردة الفعل الحكومية لم تكن عند مستوى حدث كهذا بخطورته بمدلولاته بكل ما يتعلق بهذه القضية. وبالتالي بداية غير موفقة فيما يتعلق بالحكومة الألمانية وتعاطيها مع الملف اليمني، بداية غير موفقة أيضا بالمبعوث الدولي الذي حضر أيضا وربما اختصر أو احتكر تمثيل الأطراف اليمنية من خلاله، ومما يستدعي موقف حقيقي من الحكومة اليمنية. أيضا ليس فقط أنا لم أعد من أنصار ردة الفعل فقط، وإنما أيضا يجب أن الحكومة اليمنية أن تصحح مسارها أصلا، أن تحدث يعني فعل، يعني أن تحدث فعل، يعني لا تبقى بردة فعل مجرد تصريح وزير خارجية أو تتحدث باسم الحكومة أو أي طرف في الحكومة، خلاص وانتهت القصة. القصة تبدأ أنه في خلل موجود في آلية عمل الحكومة، والدليل على ذلك أنه أيضا حتى نكون أكثر دقة، أنا باعتقادي أنه التأسيس لمثل هذا الذي حدث في برلين بالأمس كان بدايته مع لجنة رباعية التي كانت تحضر دائما 4 أو 5 اجتماعات، والحكومة اليمنية لم تكن تحضر، وكانت أيضا حتى يعني مش فقط تغيب إنما تسكت وتحاول أن تبتلع السكوت بطريقة ما ومذلة، حتى أسست لهذا الحدث أو لمثل هذا الإجراء الذي رأيناه في ألمانيا. حين تستدعى أبو ظبي والرياض أيضا، هل بكونها المسؤولتان عن ما يحدث في اليمن أو باعتبارهما بدور الوصي على اليمن، كيف تقرأ هذا الأمر؟ لا تفسير مثل هذا الحضور سوى أن المجتمع الدولي بدأ أو يعني منذ اللحظات الأولى هو يتعاطى مع المشكلة اليمنية من هذه الزاوية، أنه اليمن هذه دولة شعب بدون قيادة، وأن المسؤول عن هذه البلاد هي ما يسمى بالتحالف العربي والأطراف الفاعلة في الملف اليمني. وسارت العجلة بهذا الاتجاه وأسست لمثل هذا الطرح، حتى رأيناه اليوم أيضا في كثير من المواقف والقضايا التي رأيناها بالأمس في مؤتمر برلين. إذن تجاهل دعوة الشرعية لبعض الفعاليات الدولية كما تحدثنا، يعني آخرها مؤتمر برلين، برأيك من يتحمل مسؤولية ذلك؟ لا شك الحكومة الشرعية تتحمل مسؤولية ذلك، أنت الطرف المعني وأنت الطرف المعترف بك دوليا وأنت الطرف الذي لك الحق أن تقول مثل هذه الفعاليات أوكي أو لا، لكن لأنك أسست لهذا الفوضى ولهذا الفشل من خلال كثير من المحطات السابقة، أنت اليوم تحصد نتيجة هذا الفشل الموجود. يعني في فشل موجود، فشل دبلوماسي، فشل سياسي يلاحق الشرعية كظلها طوال امتداد الفترات الماضية. وبالتالي اليوم يعني ما حصل في برلين أنا باعتقادي هو تحصيل حاصل، أنت أسست نتائج، يعني أي نتيجة لما تمارسهم سياسات ونتيجة لفشلك السياسي والدبلوماسي في التعاطي مع العالم من حولك. يعني أنت معترف بك دوليا ولك كامل الصلاحيات في أن تتحدث وأن تقول هذا صواب وهذا خطأ، لكن العكس تماما هو الذي حصل طوال الفترات الماضية فيما يتعلق بالملف اليمني والمفاوضات على كل المستويات. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي الحكومة الشرعية ليس لا 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 يعني ليس كافي أن تصرح فقط وتعترض، لكن من حقها أن تطالب بتفسير حقيقي لتغييبها في مثل هكذا مؤتمرات دولية. نعم، إذن أنت قلت يعني هي طرف شرعي يعترف به العالم، هل نعتبر مثل هذا الإقصاء أنه اعتراف بعدم فاعليته في المشهد اليمني الآن؟ ليس هناك قراءة حقيقية وتفسيرية قريبة لمثل هذا السلوك الذي اتخذ مع الحكومة الشرعية سوى هذا، يعني بمعنى آخر أنهم وصلوا إلى قناعة أنه هذه الحكومة غير فاعلة
ويعني وشيء طبيعي ان احنا نتجاهل دعوتها او حضورها فيها في مثل هكذا مؤتمرات، لانه بالاخير حضورها وغيابها سيكون سيان يعني. وهذا الذي يخشى ايضا ولم يكن قد واقع يعني، هذا الواقع الذي لنراه، هناك فشل كبير. هذا الفشل طال امده وطال اضراره وطالت كل ما يتعلق بالقضيه اليمنيه وملفاتها السياسيه والاقتصاديه والعسكريه والامنيه. نعم، اذا اسمح لنا ان ينضم معنا الاستاذ راجح بادي المتحدث باسم الحكومه عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير استاذ راجح. مساء النور. اذا استاذ راجح، لما غيبت الشرعيه من مؤتمر المانيا الذي يتحدث عن اليمن؟ هو في الحقيقة يعني نحن أعلنا في بيان واضح بالخارجية تحفظنا على هذا المؤتمر، لأنه لم يتم التنسيق والتشاور معنا في هذا المؤتمر، لذلك أعلنا تحفظنا ورفضنا المشاركة في أعمال هذا المؤتمر. نعم، إذن هل يعتبر هذا التغييب يعني بمثابة تحييد أو تحديد موقف من الشرعية؟ يعني هذا السؤال يوجه للأصدقاء الألمان، ربما قد يكون خطأ متعمد أو غير متعمد، لكن يخالف مبدأ الأمم المتحدة، لأنه نحن نعتقد أنه دولة يعني كألمانيا تعرف ميثاق الأمم المتحدة، وأنه يعني تنظيم مؤتمر متعلق ببلد آخر ذو سيادة أن تدعى له وتنسق وترتب مع هذه الدولة، ونحن تحفظنا على هذا على المشاركة في هذا المؤتمر واكتفينا بهذا الموقف. نعم، يعني يجد ضيفنا هنا في الاستوديو أن هذا الموقف لم يكن بذلك المستوى من الحكومة، وأن ما حدث هو مجرد نتيجة لكثير من التغييب الذي حصل للحكومة الشرعية، ربما بدءا من اجتماع الرباعية والذي كان دائما ما يستثني اليمن، وكانت الحكومة الشرعية تصمت. أنا أعتقد أنه لا يوجد تغييب، اليمن حاضرة في المحافل الدولية بشكل كبير، والرباعية حتى غالبية اجتماعها كانت تحضر اليمن في هذه الاجتماعات. أعتقد أنه هذه القراءة غير دقيقة بشكل كبير، بالعكس اليمن الشرعية، الحكومة الشرعية لم اعترف بها في كل، لا توجد أي دولة الآن في العالم اعترفت بها بهذا الانقلاب، التعامل معنا على مستوى دولي يعني لا يجبي هذه القراءة من أجل مؤتمر نحن دعينا اليه، لكن نحن رفضنا المشاركه فيه لاننا كنا نريد التشاور في 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 جدول الاعمال، التشاور في 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 قائمه الضيوف، في المواضيع التي ستطرح، وهذا من حقنا، وهذا لا يعني انه هناك تغيير للشرعيه اذا كان هذا الخطا حصل. نعم، اذا برايك ما تاثير هذه الاحداث على اتفاق استوكهولم؟ اتفاق استوكهولم موضوع مختلف تماما، يعني حتى هذه اللحظة كما تعلمون جميعا يعني اتفاق استوكهولم لم يتم تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق، هناك محاولات لإنعاش هذا الاتفاق لإعادة الروح إليه من قبل المبعوث الأممي، من قبل بعض الفاعلين الإقليميين والدوليين، لكن حتى هذه اللحظة الأمور تسير في عكس هذا الاتجاه، اليوم هناك تصعيد خطير، إطلاق نار على موكب الجنرال الهولندي باتريك، هناك احتجاز ومنعه من زيارة بعض الأماكن واحتجازه لأكثر من 5 ساعات، هذا التصعيد يؤكد أنه أن هذا الاتفاق في مهب الريح. نعم، لكن مع هذا يعني التصعيد لم تصرح الأمم المتحدة عن الجهة المستهدفة، يعني برأيك لماذا ما زالت تتعامل الأمم المتحدة بدلال مفرط مع ميليشيا لا تقوم أو لا تلقي بالا بأي اتفاقات، وربما هي الآن تعاملت معها بشكل مباشر وتجد أنه لا جدية لهذه الميليشيا؟ بداية هو الأمم المتحدة أكدت تعرض موكب السيد باتريك لإطلاق نار، وهذا شيء يعني يحسب. نعم، لكن قالت لم تعرف المصدر، يعني هذا الان على الامم المتحده ان يكون الموقف اكثر صرامه واكثر حزما تجاه هذه الميليشيات التي يعني اصبح استهتارها بالامم المتحده وبممثلي الامم المتحده بلغ حدا اعتقد انه لا يمكن القبول به سواء من المجتمع الدولي او من الامم المتحده او من الفاعلين الدوليين، نحن امام جماعه الان يعني بلغ يعني بها الاستهزاء والاستهتار بالمنظمه الدوليه ومبعوثي الامم المتحده يعني مبلغا خطيرا، ولعلكم تابعتوا خلال اليوم الماضي كان هناك حمله قامت بها قيادات الحركه الحوثيه تجاه الجنرال بادريك، وكان هناك تحريض
يعني صريح وواضح عليه من قبل هذه القيادات سواء في وسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ نبيل، إذن الحكومة هي تحفظت من الذهاب لأنها أرادت أن تشارك في جدول الأعمال في كثير من النقاط التي طرحت، ألا يعد ذلك موقف يعني قوي أنها لم تذهب للمشاركة فقط الشكلية؟ بحسب التوصيف أو بحسب ما ذكر متحدث الحكومة هو يخبرنا بذلك، أنه في يعني استدعوا وكان في اعتراض على جدول العمل، لكن نحن ما وصلنا معلومات غير هذه المعلومات. لكن في حقيقة الأمر إذا كان يعني ما ذكره دقيق، أنا باعتقادي أنه موقف جيد يحسب للحكومة في أنها لا تكون شاهد زور في مثل هكذا مؤتمرات يراد من خلالها تمرير بعض السياسات وبعض الأجندات. ونتمنى أن يكون الموقف أيضا يعني المعلن للناس، المعلن للناس بهذا السياق، يعني لأنه باعتقادي تحفظ الحكومة كان حول عدم مشاركتها لم يكن بهذه المعطيات التي لدينا الآن. أنا باعتقادي أنه هذا الذي يجب أن يصل للرأي العام، أنه في كان إشكالية فيما يتعلق بجدول أعمال المؤتمر والنقاط التي ستناقش، وبالتالي كان في اعتراض من الحكومة في عدم الحضور. أما يعني أن يكون سياق الحديث أو الرد أو البيان اللي صادر على الحكومة بتلك الطريقة ما لم يكن موفق، لم يكن واضحا. نعم، إذن برأيك يعني هل تهميش وتجاهل الشرعية يعني يمكن توصيفه بأنه بدعة سنها التحالف بدءا من الإمارات التي كانت ولا تزال تعلن انطلاق يعني عمليات عسكرية وتوقفها أيضا من إنشاء كيانات موازية للدولة، وربما يعني هي فعلا لا تأتمر بأمر الدولة وإنما تتجاوزها بكثير من المواقف؟ ألا أستطيع القول إنه بدعة تهميش الشرعية هي بدعة شرعية أصلا وأساسا، يعني تحميل التحالف كل أخطاء وكل إشكاليات الارتباك الموجود في أداء الحكومة الشرعية أنا باعتقادي ليس منطقيا. بالأخير التحالف أتى إلى اليمن بطلب من هذه الحكومة الشرعية، والحكومة الشرعية هي التي يعني في عجز في عملها، في فشل، في إخفاق، في ارتباك، في هو الذي أدى لوجود فراغات. هذه الفراغات يتم ملأها من قبل التحالف العربي، من قبل الميليشيات التابعة للتحالف، أو من قبل القوى التي يتم تخليقها على الأرض كما رأينا في المجلس الانتقالي وميليشيات المسلحة التابعة له. لكن أيضا هذا لا يعفي الحكومة الشرعية من مسؤوليتها الأساسية، مسؤولية أساسية، إنه يعني أنا مسؤول عن كل ذرة تراب في هذا الوطن، وأنا مسؤول عن كل السياسات التي المتخذة والتصرفات التي تصدر عن أي جهاز من أجهزة الدولة. لكن أن تكون الحكومة الشرعية أن تقف موقف يعني موقف يعني ألا موقف تجاه كل هذه الاختلاقات التي حصلت في مؤسسات الدولة والتي حصلت في أجهزته الأمنية والعسكرية، ويعني ليس هناك موقف واضح للحكومة، يعني لم حتى مجرد التعليق، يعني مثلا يعني ما موقف الحكومة اليمنية مثلا على سبيل المثال من ما يسمى بالمجلس الانتقالي، وتحت أي شرعية تم بناء هذا المجلس الانتقالي؟ يعني أنت يعني الصمت والفشل الذي تتعاطى به الحكومة الشرعية تجاه مثل القضايا المصرية بهذا الشكل هو الذي يؤسس لهذه الفوضى، وهو الذي يؤسس لكل حالات الشلل الموجود والتام والفشل. بمعنى آخر إنه الحكومة الشرعية اليوم كانت مطالبة يعني من اللحظات الأولى، لحظات الفوضى الأولى، أن تكون حاضرة، أنه في هناك فراغات بعد انهيار مؤسسات الدولة. ما هي الخيارات التي لديها؟ لديها كل الخيارات. نعم، الحكومة الشرعية من يعني بيدها كل الخيارات، بيدها أن تقول أن هذه الأعمال خاطئة، وأن هذه المؤسسات التي أسست خارج أو الميليشيات خارج مؤسسة الدولة هذه مؤسسات غير شرعية، ويجب عدم التمادي في دعمها وتشجيعها. وكان المفترض أنه كل هذه المؤسسات أو الميليشيات أو ما تم استحداثها تتم وفق مؤسسات الدولة وفي إطار النظام والقانون التابع للجمهورية اليمنية والسيادة والاستقلال اليمني. أما اليوم أنا باعتقادي تأسيس الحالة الميليشيات هذه المتمثلة بالانقلاب في صنعاء، وهو كان إجراء طبيعي في إطار الانقلاب، لكن أن يؤسس مثل على غرار هذه الميليشيات ميليشيات في المناطق المحررة جنوبا أو في الساحل الغربي، أو نحن أمام حالة فوضى. هذه حالة الفوضى بحال من الأحوال لا تستطيع بكامل قواك العقلية أن تحمل التحالف العربي المسؤولية عليها. التحالف العربي بالأخير هو الطرف استدعي من قبل الحكومة الشرعية.
كل فعل وكل تصرف يقوم به التحالف العربي كان يجب أن يمر عن طريق أوكي أو لا أوكي من قبل الحكومة الشرعية، لكن الحكومة الشرعية عاجزة، لا يعني أسست كل هذه الفوضى وكل هذه الميليشيات، الحكومة الشرعية صامتة. نعم. بل في بعض الأحيان كانت تعطي الضوء الأخضر بالتصرف، وبالتالي اليوم يعني كيف تريد الناس أن نعم ومن يتحدث من وزرائها نجد أنه نعم يتم بالضبط، يعني كثير من الإقالات التي حصلت وكثير من يعني تخلت عن كثير من رجالها الذين كانوا يرون مثل هذه الأفعال أنها أفعال غير صحيحة. نعم وفي كل فرصة يتم شكر بالضبط الإمارات. يعني وكانت لا توفر جهدا في أن تشكر كل اختراق وكل إهانة للدستور والقانون في كثير من المواقف وفي كثير من المحطات. اليوم الحكومة الشرعية أنا باعتقادي بعد 4 سنوات ما يتخذه المجتمع الدولي تجاه الحكومة هو شيء مبرر، يعني حتى لا نكون نايمين في العسل. يعني حينما المجتمع الدولي يعني مثل ما مؤتمر برلين هذا مؤشر خطير جدا، وهو مؤشر طبيعي طبعا ليس اعتباطا، يعني أن الحكومة الشرعية مش حاضرة يا ناس. يعني حتى مثلا القرارات الدولية أو التقارير الخبراء الذي صدر، التقرير اللي صدر قبل أكثر من 9 أشهر أو 8 أشهر والتقرير الأخير اللي صدر مؤخرا كلها تتحدث عن أن الشرعية تتآكل، ونحن نقول لا، الشرعية بالأخير هي أداة وعمل، إذا لم تقوم بعملها وواجباتها الدستورية المناطة بها فماذا فأي معنى لهذه الشرعية؟ يعني نحن الآن يعني واقعين في 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 مأزق حقيقي، إنه هذه الشرعية التي فيها من الخطأ والفشل والفساد نحن ندافع عنها باعتبارها هي آخر ما تبقى لهذا الوطن من رابط قانوني ودستوري يجمع أجزاء الجغرافية اليمنية ويجمع كل هذه الفسيفساء الموجودة. لكن في حالة منهم يعني خلاص، يعني إنه الشرعية معتمدة على هذا التفويض الشعبي والقانوني والاعتراف الدولي، بينما لا تعمل على الأرض لتثبيت هذه الشرعية ولجعلها واقع الناس تدافع عنه. يعني في إشكالية في هذه الشرعية. نعم. تحركوا على الأقل قليلا. يعني إذا اسمح لنا أن تنضم معنا عبر سكايب الناشطة السياسية سمية الثور من برلين. مساء الخير أستاذة سمية. مساء النور. أهلا بك أستاذة سمية. بداية، هل حدثتنا عن طبيعة المؤتمر الذي حدث في ألمانيا، أهدافه وما الذي خرج به؟ من تصريحات وزير الخارجية واضح أن المؤتمر كان عبارة عن احتفاء بال4.5 مليون التي تكفلت بها ألمانيا للأمم المتحدة لدعم العملية السياسية والإغاثية في اليمن، أيضاً عبارة عن دعم سياسي قوي من ألمانيا لتحركات المبعوث الأممي. فأغلب تصريحات وزير الخارجية كانت بهذا الصدد، يعني نقدر نقول أنه عبارة عن احتفاء دولي بهذه المبالغ التي ستسلمها الأمم المتحدة، كما أنه يعني فعل سياسي جديد لألمانيا، خاصة أنها الآن دخلت مجلس الأمن لمدة 2 قادمين. نعم. إذن يعني لما يتم تغييب الطرف الأهم؟ يعني هي تحتفي بدعم العملية السياسية أو بدعم الأمم المتحدة لأعمالها في اليمن وتغييب الحكومة الشرعية. هناك من يفسر هذا الأمر بأنها ترى الحكومة الشرعية كطرف من أطراف الصراع، وبالتالي لا تريد أن تحدث إشكاليات بدعوة طرف دون الآخر. طبعا أنا الخبر اللي عندي أنه تم دعوة الحكومة اليمنية، والخبر المؤكد أنه فعلا تم دعوتها وأنها هي التي رفضت الحضور، كما حتى يعني تكلم الأستاذ راجح بادي أنه وصلتهم الدعوة لكنهم فضلوا أنه يرفضوا متحفظين. كيف تقيمين هذا الموقف؟ هذا يعني مش فشل لألمانيا، ليس فشل لألمانيا ولا لسياسة ألمانيا. في النهاية نحن نعلم أن الدول الغربية لها مصالحها الاقتصادية والسياسية ومصالح كثيرة في المنطقة، يعني كلنا نعلم أن لها مصالح مختلفة عن مصالحنا نحن.
نعم. فتصرف ألمانيا يعني بما يناسب عملها السياسي والإقليمي في والدولي. لكن ما أقيم أنا أقيم عمل أو غياب الشرعية. يعني عندما إحنا نتكلم عن الشرعية اليمنية والحكومة اليمنية، لا نتكلم عن حكومة دولة عظمى، دولة ذات قيمة عظيمة جدا في العالم سيؤثر حضورها من غيابها. يعني في النهاية لازم أن الإنسان أيضا ألا تجدين يعرف أن أين يضع هذا نفسه. الموقف يعني هو يمثل اعتراض لما يحدث؟ يعني أن يتم الاحتفاء بطريقة ما، يتم مناقشة أجندة، خليني أشرح يعني جدول أعمال، يعني ألا تجدين بالعكس، على العكس أنه حسن، تمام. لكن أنا الآن في موقف ضعف، وليس لدي أصلا مشروع واضح ويعني وحكومة يعني بذلك الأداء الرائع الذي أستطيع من ناحية أتكلم بهذه اللغة أنه أعترض على أوراق عمل أو أعترض على أجندات ستطرح. نعم، إذن يعني نحن نتكلم عن الحكومة اليمنية. يعني ما أريد قوله أنه غيابهم خسارة لهم هم. يعني في نعم النهاية هي فرصة كانت وصلت فكرتك. للحكومة نعم اليمنية، وكان يفترض تمثل بشكل أقوى من السفير، كان مفترض يكون موجود، تطرح رؤاهم، فرصة يتواصلوا مع الألمان أن ينطلقوا أيضا في هذا المنبر. نعم ولكن للأسف هذه يعني وجهة دائما ما نتصرف. نعم أنا حتى أرى أنه تصرفهم هذا يعني وضعوا نفسهم هم في خانة جماعة وليست دولة. في خانة دولة. نعم، إذا يعني أسمع تعليق الأستاذ نبيل بوجهة نظرك هذا. تجد سمية أن على العكس، يعني هي ليست ثقل كبير في المجتمع الدولي وحضور اليمن، من غيابه لن يؤثر كثيرا، على العكس ربما هي فقدت يعني فرصة للتواصل بالمجتمع الغربي، وأيضا يعني ربما هذه البلبلة كلها ما كانت لا تحدث. يعني حين نتحدث عن تغييب الحكومة الشرعية، على العكس تم دعوتها كطرف شرعي يمثل اليمن. هل الغريب في الموضوع يعني بحسب كلام الأستاذ راجح بادي أنه دعوه ولم يحضروا، يعني نعم. أنا كان في معهم ملاحظات. الغريب هنا لما لم تتضح الصورة بهذا الشكل؟ لا لا، يعني حتى مثلا حضور مثلا الإمارات السعودية عمان حضرت، يعني نعم. فهل الحكومة اليمنية فعلا هي امتلكت إرادة عدم الحضور أم لا؟ هنا السؤال. يعني إذا كان الموضوع يعني قدمت الدعوة وكان في حيثيات نوقشت وقالوا خلاص أوكي ما بنحضرش، لكن أنه تحضر الأطراف المعنية وبينما أنت تتعمد أن تغيب في إطار موجود مثلا السعودية والإمارات تحديدا وهم أطراف فاعلة اليوم في الملف الداخلي اليمني، أنا باعتقادي هذا أيضا يحتاج توضيح من قبل الحكومة اليمنية. يعني تجد أن هناك من يقول، لكن أنا أتفق أيضا مع وجهة نظر الأخت سمية فيما يتعلق بأنه كان فرصة أنك تحضر، بغض النظر يعني بدل أن تحضر وتغيب ويتم مناقشة مصيرك، كان يفترض أن تحضر وتطرح وجهة نظرك على الأقل، يعني وتقول هذا صواب وهذا خطأ وهذا أنا أتفق معه وهذا لا أتفق معه. يعني كان حضورك في مؤتمرات دولية بالأخير هو رافد لك لسياساتك لدبلوماسيتك أنك حاضر وتأصيل لشرعيتك وبالتالي يعني أنا باعتقادي أنه فعلا لم يكن هناك لم يكن يعني في في, في 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 حاجة غريبة في الموضوع. يعني كيف تحضر السعودية والإمارات وأنت لا تحضر وأنت مدعو؟ يعني هل مثلا قيل لهم لا تذهبون؟ هذا سؤال يجب أن يجاوبوا على الحكومة الشرعية. يعني هل السعودية طلبت لما يعني ما الذي ستستفيده السعودية بعدم وجود؟ ما هم اليوم القائمين، يعني ليس هناك هم الأوصياء اليوم، هم الأوصياء اليوم على كل مسار وتصرفات الحكومة الشرعية، والحكومة الشرعية اللي وضعت نفسها في هذا الإطار، يعني هي وضعت في نفسها في هذا الإطار أنه لا تتحرك إلا بإرادة وبإشارة من إما الإمارات أو السعودية. نعم. إذن أعود إليك سمية، هناك من يقول أن المجتمع الدولي فقد ثقته بالشرعية، ما مدى واقعية هذا الأمر من خلال متابعتك؟ إلى القريب جدا يعني كنا في ندوة ألمانية وحضرها سياسيين ألمان يعني من الحكومة ومن غيرها المعارضين، الكل لا يتكلم ولا يعترف بشيء في اليمن غير الحكومة اللي هي حكومة هادي. يعني حتى أنهم يعني يحرصوا ويتجنبوا ذكر أنه
هل تمت مقابلات مع طرف آخر أو مع جهة أخرى؟ لا يعترفوا رسمياً إلى اليوم إلا بطرف الحكومة الشرعية، لكن للأسف يعني الحكومة الشرعية وضعت نفسها في إطار، هي اللي حطت نفسها في هذا الإطار الضعيف، يعني سلمت كل ملفاتها وكل قراراتها للتحالف، فأصبح يعني يشعر العالم أنه الطرف الأساسي في الأزمة اليمنية أو في الحرب في اليمن هو التحالف وليست هذه الحكومة التي يعنى يفترض أنها هي المعنية الأول بهذا الملف. فيعني حيثما وضعت نفسك فالحكومة للأسف حتى أداءها يعني في أوروبا ضعيف جدا، يعني أداءها على من أي مستوى ناحية المقابلات الدبلوماسية تقصدين؟ العمل الدبلوماسي يعني مقابلات خفيفة جدا، وإن حصلت لا يحصل لها ذلك التغطية الإعلامية بحيث أنه يكون في خطاب جماهيري أنه يعني الشرعية بتشتغل، الدبلوماسيين بيشتغلوا، ولكن للأسف نرى الأغلب يحرص فقط على يعني توطين يعني موضعه في الدول هذه وتأمين حياتهم للأسف، يعني خلينا نكون أيضا صرحاء يعني. نعم، إذا أستاذ نبيل، يعني فعلا ما الذي تصنعه سفاراتنا في الاتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة؟ يعني لا نجد عمل حقيقي يظهر كما تفضلت الأستاذة سمية، يخاطب الشارع، يخاطب الناس، الوجود الإعلامي مهم أيضا بضرورة هذا التواصل، لكن أصلا لا يحدث هذا التواصل من أساسه. يعني لدينا سفراء ربما هي أسماء مهمة في الدول ذات التأثير وذات الصلة بالأحداث في اليمن، ولكن للأمانة لا نجد، يعني ربما أحد الصحفيين بدأ كان يجمع ما هو نشاط السفير الفلاني خلال عام، شيء مخجل، يعني لا يتجاوز نشاطه يعني نشاطين أو ثلاثة، أشياء لا تذكر. سفيرنا في باريس ذهب وزار مصنع الجوبن في إحدى الضواحي الباريسية، يعني هذا نشاط كان مهم جدا وعزز من حضور الشرعية في سوق الجوبن. يعني نعم، يعني ليس فقط للأسف في باريس، يعني لندن، نحن نقولها دائما أنه في خلل، هذا الخلل كامن في أن الجهاز الدبلوماسي للحكومة اليمنية جهاز شبه ميت بكل ما تحمل الكلمة من معنى. يعني أنت معك طواقم تستلم مخصصات مالية كبيرة في إطار الحرب والأزمة الحالية اقتصاديا، لكن لديها مستحقاتها المالية تصلها شهريا، ومع ذلك هذه الطواقم الدبلوماسية ليس لها عمل على الإطلاق. كل ما العمل الذي تقوم به هي صرف هذه المستحقات المالية التي تأتيها كل شهر، لكن كعمل دبلوماسي، كعمل تعريف القضية اليمنية، التواصل مع المجتمع المحلي والمجتمع المدني في هذه الدول، التواصل مع الحكومات، توضيح القضية اليمنية، لا يكاد يوجد هناك نشاط يذكر. يعني نقولها بصراحة، كل النشاط الذي نراه هنا أو هناك هو نشاط فردي لبعض الناشطين اليمنيين الشباب في أوروبا، في ألمانيا، في بريطانيا، لكن لا توجد هناك أي نشاط يذكر. وأتحدى أنا أي سفير اليوم يسمعني اليوم على هذه الشاشة، أتحداه يطلع يقول لنا ما هو النشاط الذي قام به طوال 4 سنوات يهم ويخص الشرعية اليمنية. بل هناك الملف يعني السياسي بالذات، بالملف السياسي بالذات، يعني سفيرنا في موسكو جالس يلاحق الطلاب على مستحقاتهم المالية، بل دخل في عملية كيدية ضد الطلاب، وتم فصل طالبين في كلية الطب في سنتهم النهائية للمنشور في الفيسبوك كتبوا. سفراءنا الآخرين في الدول الكبرى، في بريطانيا، في أمريكا، في يعني لا عمل لهم سوى يعني الحضور عشاء خيري. يعني كل ما عمله سفيرنا في واشنطن هو حضر عشاء خيري في إحدى المرات في الجمعية من الجمعيات الخيرية اليمنية التي تعمل على جمع معونات للضحايا في اليمن. لا عمل لهم على الإطلاق، كل ما هنالك فشل كبير. هذا الفشل ينعكس في رؤية العالم للقضية اليمنية، في رؤية العالم والسياسة الدولية للموضوع اليمني، وبالتالي يعني هذا الفشل أيضا، حتى لا نحملهم أكثر مما يحتملون، هذا الفشل عائد بالدرجة الرئيسية إلى رأس الشرعية نفسها. هناك فشل، ليس هناك متابعة،
يعني ماذا تتخيلين أنت دولة بكل هذه الطواقم وبكل هذه السفارات وبكل هذه ولا يكتبون تقريرا واحدا يصل، وإن وصل هذا التقرير يصل إلى الفاكس في الرياض ويتم رميه إلى سلة المهملات؟ يعني حتى نكون واقعيين، يعني حكومة في المنفى لها 4 سنوات أنا لا أتوقع أن تكون بخير. أنا أتوقع أنها حكومة معتلة وفيها خلل كبير، هذا الخلل لا يمكن أن يصلح إلا بعودة هذه الحكومة إلى الداخل من رئيس الجمهورية إلى كل الوزراء. أما اليوم قد تحدثين عن 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 90% من طواقم هذه الحكومة موجودين فيها إما في عمان أو في اسطنبول أو في القاهرة أو في أوروبا. يعني نحن أمام واحد يخزي، والله يستحي واحد إنه يعني أنا لي 4 سنوات الآن مصاب بالاكتئاب إن أنا زيد أتحدث عن 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 وضع كهذا. يعني لا يحتمل واحد إنه يقلد الميت، يعني ظهر الميت. يعني نحن أصبحنا نتحول إلى قلادين للميت. يعني هذه الشرعية 4 سنوات في المنفى، أنا باعتقادي إنه زائل عند رأسها اليوم. ماذا تعملين في المنفى 4 سنوات؟ مفترض اليوم إنكم يعني تحررت البلاد ولم يعد إلا هناك شيء القليل، عودوا إلى هذه، عودوا إلى عدن، إلى المكلا، إلى تعز، إلى مارب، إلى أي مكان، إلى سقطرة، إلى إن شاء الله نعمل لكم سفينة في خليج عدن. إدارة البلاد يعني هناك. نعم. مشكلة يعني أن تطلب من الناس راقدين 24 ساعة ويستلموا مخصصات مالية هائلة وكارثية وتطلب منهم أن يعملوا. أعتقد أنه في خلل كبير يجب أن نصحح. إذن سمية، تحدثنا عن الدور السيء للدبلوماسيات للأسف في الخارج، ولكن اسمح لي أن يعني أسألك ما هو دور أيضا النشطاء من الشباب والمجتمع، يعني المنظمات المدنية التي ربما يعني وجدنا في الطرف الآخر أن ربما شخص أو شخصين قادرين على يعني أن يجوبوا العالم للتحدث عن قضيتهم، لما لا يحدث العكس أيضا بالنسبة للشباب المؤثر الذي لديه الرسالة واضحة ويريد أن يصحح أو يوصل صوت الملايين من الشعب اليمني؟ عندما نتحدث عن نشطاء في أوروبا، أنت تتكلمي عن شباب أو عن ناس تعيش في حياة أوروبية قاسية جدا، ورغم ذلك يعني حاولنا ويحاول الكثير، يعني أنا لن أجحف بأي دور قام بأي شاب، لأنه في النهاية 90% من هذه الأعمال كلها تطوعية، يعني نادر ما تجدي لهذه المنظمات أو المؤسسات أو داعم حقيقي مستمر، أنه تستطيع أنك تستمر بعمل معين وخطة كبيرة وتوصل لصانعي القرار. فللأسف الأطراف كثيرة يعني استطاعت أن تصل إلى هذه المواقع من بدري جدا، يعني من قبل حتى أن تبدأ الحرب. فالآن اللي دخل أوروبا مؤخرا أو كان فيها سابقا وكان يشتغل، يعني ما زالت الإمكانات عندهم بسيطة جدا، يعني كويس أنه تعمل موعد في خارجية السويد ولا في خارجية ألمانيا ويستقبلوك يعني وبكل بساطة وبكل أريحية. هذا دور، يعني في أوراق عمل قدمت، في مقالات صحفية حاولنا أنه ننشرها يعني لعدد من الشباب، بسيطة طبعا يعني، لكن هذا هو الجهد الذي نتكلم عن جهد طوعي، يعني لا يوجد دعم حقيقي لا من الشرعية ولا من بين قوسين التحالف إلا إن كان لمصلحته، ولا من أي أطراف يعني واضحة تستطيع أن تتعاملي معها كمنظمة ومؤسسة داعمة لأفكارش والإرادة شنتي. فبالتالي يعني يصبح عملك أنت طوعي حتى لا تكون في إطار أي سياسة مختلفة عن سياستك وتتحرك على أساسها. يعني حاولنا أن نتواصل مع بعض السفارات اليمنية أن يكون في عمل مشترك، أنه عبر المجتمع المدني يستطيع. هذا الرد دائما يعني ليس سلبي، لكن دائما انه لما تشتغلوا لحالكم افضل من دخول الطرف الشرعي او الطرف الحكومي في هذا العمل. فالجهود تحتاج فعلا، انا يعني هذه ايضا دعوه ونداء للشباب اللي في اوروبا وفي تركيا، واللي انه فعلا يعني اليمن الان محتاجه تراك مختلف تماما،
وحركة مختلفة تماما ومنظمة جدا. يعني الوضع لم يعد يحتمل أن مثل ما قال الأستاذ نبيل أنه نجلد الميت، فإحنا فعلا محتاجين عمل منظم، عمل أكاديمي، أوراق عمل محترمة تصل إلى هذا العالم. نعم، ويعني نتمنى بعد هذا النداء أنه فعلا نجتمع على هذه الكلمة ونبدأ خطوات عملية منظمة أكثر من قبل. نعم، إذن شكرا جزيلا لك سمية الثور الناشطة السياسية، كنت معنا عبر سكايب من برلين. أعود إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني ربما تحدثت أيضا الأستاذة سمية أن هناك دعم مقدم للأمم المتحدة من خلال هذا الاجتماع، وربما وصل إلى 4.5 مليون كما تحدثت الأستاذة سمية. طبيعة هذا الدعم المعلن عنه من ألمانيا، تعتقد ما هي قنواته؟ طبعا مسألة الدعم للأمم المتحدة هو دعم مستمر منذ البداية. يعني نحن نعلم أنه جزء كبير جدا من الدعم المالي الذي يذهب إلى الطواقم وكوادر وموظفي ومستشاري الأمم المتحدة هو يأتي عن طريق ما يسمى بالتحالف العربي، وتدفع لهم المملكة العربية السعودية، وتدفع لهم أيضا الإمارات ربما الجزء الأكبر من الدعم الذي يروح في ملف اليمن هو من التحالف العربي. ألمانيا عندما تدخل بهذا الشكل وتقدم ما يقارب 5 مليون دولار أو يورو تقريبا، هي يعني بمثابة العودة مجددا والحضور بشكل أقوى، وتريد أن تسجل حضور في الملف اليمني بشكل كبير من خلال هذا الدعم الذي سيقدم للأمم المتحدة وطواقمها، وجزء كبير جدا أيضا حتى أنه يعني مسألة هذا الدعم الذي يذهب إلى الأمم المتحدة جزء كبير جدا منه الذي كان يقدم من التحالف العربي او من ما يسمى مركز الملك سلمان، كان يذهب جزء منه اكثر من 50% من هذه الاموال تذهب ميزانيه تشغيليه لكثير من طواقم ومنظمات وكوادر الهيئات الامميه، وبالتالي لا يستفاد منه بالشكل المطلوب وبالشكل الذي خصص له هذه المبالغ. اليوم ايضا المانيا من خلال هذا الحدث الذي حصل ودعمها السخي للطواقم الأمم المتحدة أو للملف اليمني تحديدا، هي تريد أن تقول أنه نحن حضرنا من خلال قنوات الرسمية للأمم المتحدة، ونريد يعني مثابة رسالة أنه سيكون للألمان حضور في هذا الملف. طبعا أيضا حتى نكون في الصورة، الألمان يعني نحن نظرتنا إليهم هي نظرة قاصرة بشكل كبير، وهي نتيجة لعدم وجود فعالية دبلوماسية للسفارة اليمنية هناك ولا حتى للقنوات الدبلوماسية عن طريق الخارجية. لكن كل المواقف الألمانية منذ البداية هي مواقف معترفة بالحكومة الشرعية اليمنية، وتتوخى أقصى ما يمكن لديها من الحذر في التعاطي مع أي أحد خارج إطار هذه الشرعية، وبالتالي ليس هناك إشكالية ولا خوف. لكن أيضا نحن أيضا لسنا مسؤولين عن السياسات والقنوات الأخرى اللي تواصلها مع جماعة الحوثي، أتواصلها مع أي أطراف أخرى، بالنظر إلى أنه هذا يعود للألمان أنفسهم. لكن نحن الآن أمام إشكالية تكمن أنه ليس هناك تواصل رسمي بشكل جيد عن طريق السفارة اليمنية أو عن طريق وزارة الخارجية اليمنية مع الألمان، والعمل على توضيح كثير من القضايا، أو بمعنى آخر أهمية التواصل في حد ذاته، أنه تظل متواصل مع هذه الأطراف هي دولية فاعلة، لا يكتفي فقط أنه يعني هو معترف بك شرعية، لكن أنت لا تريد أن تتواصل مع هذه الأطراف وتطرح لها خيوط الحل ووجهة نظرك في كثير من القضايا، حتى أنه يظل هناك نوع من الود والتواصل والاتصال مع هذه الدول المؤثرة. إذن أستاذ نبيل البوكيري الكاتب والباحث، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.